الانبوكسنج الذي طال انتظاره. صراحه انا مستني الانبوكسنج بتاع النهارده ده لان انا ما فتحتش البوكس ده قبل كده، فانا يعني عايز افتحه معاك وعايز اول مره افتح السيني لينسز طقم العدسات السينما من كانون. تعالى يلا بينا نفتحها. انا عايز اقول لكم ان انا جاي النهارده بدري. خلينا بس ايه نفتحه بحنيه. خلينا نشيل ده ونفتح نتفرج على شنطة العدسات السيني لينسز من كانون. عاملة ازاي؟ الفكرة شنطة تقيلة جدا، يعني عايز اقول لكم شنطة تقيلة جدا. هي ست عدسات، استني منها ايه؟ خلينا نفتحها كده على جنب. يلا بسم الله. اهي اهي اهي، ربنا يوعدنا ويوعدكم ان شاء الله كده. عايز اقول لكم ان احنا الشنطه دي النهارده اللي وفرها لنا، عايز اقول لكم ان الشنطه دي النهارده اللي وفرها لنا هو بي اس اس وكيل كانون في مصر، عشان نعمل لها انبوكسنج ونشوف ماذا بداخل هذه الشنطه. الناس اللي عايزه تعرف ايه هي سيني لينسز، بكل بساطه كانون عندها كاتيجوريز من العدسات، من اطقم العدسات او من انواع العدسات. خلينا ناخدهم كده ببساطه. عندنا الاي اف لينسز اللي هي العدسات الفول فريم، والاي اف لينس الاي اف اس لينسز اللي هي العدسات بتاعت الكروبد فريم. اوكي، دول بتوع ايه؟ دول بتوع الدي اس ال ار، تمام. وعندنا الار لينسز دي بتاعت الكاميرات الار الميرورلس الفول فريم، وعندنا الام لينسز بتاعت الكاميرات الميرورلس بس الكروبد او الام سيريز بتاع كانون، وعندنا السي لينسز اوكي او السيني لينسز اللي هي السينما لينسز بتاعت الكاميرات السي برضه اللي من كانون. اوكي، المميز في العدسات دي اللي هي العدسات السينما ان طبعا الكلاريتي بتاعتها عاليه جدا والكواليتي بتاعتها عاليه جدا، والمميز فيها ان انت تقدر تركبها على الدي اس ال ار، يعني هي اي اف ماونت، فتقدر تركبها على الدي اس ال ار او تقدر تركبها على الار كمان لو انت مركب عليها الماونت بتاعها. خلينا نبدا كده نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا عمي الشنطه الخاصه بالسيني لينسز. السيني لينسز دي الشنطه دي سعرها تقريبا 350,000 جنيه. ايوه زي ما انت سمعت كده بالظبط، 350,000 جنيه. ليه؟ لانها جواها الفول رينج بتاع العدسات، ولازم تبقوا برضو عارفين ان العدسات السينما ما بيبقاش فيها زوم، يعني بتبقى فيكسد لينسز. اوكي، خلينا بس نفتح كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، ايه رايكم؟ مش عارف، انا خايف افتح الاكياس الصراحه، بس خلينا ايه خليها سيلد كده زي ما هي ونبدا نبص على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي ال 85 ال 1.3، دي ال 135 ال اف 2.2، اوكي دي ال 24 مللي، دي ال 50 مللي 1.3، دي ال 14 3.1، ودي ال 35 1.5. شكل الشنطه لوحدها اصلا خد، يعني فكره انها من جوه فيها هنا فوم كده عشان يحافظ على العدسات، ومن فوق فيها حاجات لطيفه كده برضو بتمنع الصدمات. الشنطه لوحدها متكلفه الصراحه. انا ايدي بتاكلني ان انا افتح العدسات واتفرج. خلينا بس ايه نفتحها من غير ما نعورها عشان ارجعها زي ما كانت. اوه، بقالي مش هنعرف نفتحها من غير ما نعورها.
مش عدسة واحدة بس. ايه نتفرج كده على البيلد كواليتي بتاع العدسة. زي ما شايفين كده العدسة ده، فتحة العدسة بتاعتها هي برينج رينج هنا كده، تقدر انت تتحكم طبعا. ما اسمهاش اف ستوب، اسمها تي ستوب. اوكي 3.1 4 5.6 8 لغاية 22. وده هنا اهو الفوكس بتاعك، تقدر تتحكم في الفوكس. تعال نبص كده على الازاز بتاع العدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى ده الازاز اللي تحت، عايزين نفتح بقى دي بكل بساطة. هذه هي ال 14 مللي، ال 14 مللي السيني لينسز او السيني لينس بقى. هنا اهو ده المكان اللي بتركب فيه الفولو فوكس، و العدسة دي طبعا ميد ان جابان، والكواليتي زي ما انتم متخيلين او زي ما انتم شايفين. طعم العدسات ده زي ما قلت لكم 350 ألف جنيه. وبنشكر بي اس اس انها اتاحت لنا الفرصه الصراحه ان احنا نتفرج على طقم العدسات ده النهارده. خليني نفتح باقي العدسات، انا متشوق صراحه افتح باقي العدسات. دي العدسه ال 50 مللي 1.3. خلينا نفتح كده نبص على 50 مللي 1.3. 50 مللي هنا اهو، ده اهو من 1.3 لغايه 22. ده الفوكس بتاعنا اهو، مينيمم فوكس ديستانس بتاعها 0.45 45 سنتي. اوكي دي ال 135. خلاص انا هفتح اتنين بس، انا مش عايز افتح الباقي. مش تفرق معاك حاجه ان احنا نفتح الباقي. هو حاجه تبسط الصراحه ان انت في الاخر يبقى معاك شنطه عدسات سيني لينس. طبعا يبقى معاك بقى كاميرا بقى سينما بقى سي 100 ولا سي 200 ولا سي 700 ولا سي 500 ولا اوكي، يبقى معاك كاميرا سينما يعني. نبدا نرجع العدسات تاني مكانها كده، محطوطه كده محطوطه كده محطوطه كده صح. هذا هو طقم العدسات السيني لينسز الذي سعره 350 ألف جنيه من كانون. على فكرة العدسات دي اي اف ماونت، فتقدر انت تركبها على المارك 4 مارك 3 على اليو اس ار زي ما قلت لكم بالادابتر، وتاخد كواليتي. الناس اللي تصور فيديو هتبقى فاهمة انا بتكلم في ايه، كواليتي وشاربنس عامل ازاي. اشوفكم ان شاء الله في انبوكسنج جديد لحاجه برضو انا متشوق ان انا اجربها زي السيني لينسز. وبنشكر بي اس اس، وهسيب لكم اللينك بتاع بي اس اس ان شاء الله في الكومنت، عشان لو انتم محتاجين ان انتم تطلبوا اي حاجه ليها علاقه بكانون او السيني لينسز، لو انتم عايزين تشتروها هتلاقوها موجوده عند بي اس اس. شكرا جزيلا.